في السامي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طيب بس تعرف نفسك للمشاهد بعد اذن حضرتك. انا اسمي سامي الكومي، راجل اعمال. انا عرفت حضرتك مقدم من برنامج وقدمته للمجلس الاعلى لقناه السباحه. وهو برنامج حضرتك بنسميه البرنامج الخاص لرئاسه الجمهوريه. وعامل جدول وعامل حاجه جميله خالص، ممكن نبذه عنه حضرتك؟ والله انا كانت وجهه نظري الحقيقه في المرحله اللي احنا فيها بعد سقوط مبارك، كان لازم ان احنا نعمل تكون المرحلة دي يتعمل فيها مجلس رئاسي مدني هو اللي يقدر يحكم المنطقة الفترة اللي احنا فيها، الفترة الانتقالية اللي احنا فيها لحد ما تتم الانتخابات الرئاسية. فالحقيقة انا كنت عامل ان يبقى في مجلس رئاسي سياسي ومجلس اقتصادي ومجلس اجتماعي ومجلس امني ومجلس عسكري، دول يبقوا مساعدين لرئيس الجمهورية، ينبثق تحتيهم مجموعة مجالس زي المجالس القومية المتخصصة بدء من مجلس الشورى، وتتم انتخابات مجلس الشعب بعد كده. يبقى الانتخابات المجالس القومية المتخصصة هي المسؤولة مع المجلس الرئاسي في وضع السياسة العامة والخطط طويلة الأمد للدولة. بيجي بعدها وجهة نظري ان كان لابد ان تحصل انتخابات قبل ما تحصل انتخابات رئاسة او انتخابات مجلس شعب او مجلس حتى قومية، ان انا اعمل انتخابات من القاعدة من الريف، انتخابات للعمد والمشايخ، وبعدين يتعمل مجلس للقرية، مجلس رئاسي للقرية، ثم للمدينة، ثم للمحافظة، ويكون كله بالانتخاب المباشر، ويبقى الشعب هو اللي جايب الممثلين بتوعه، وفي لحد المحافظة يبقى المحافظ هو رئيس الجمهورية بتاعته جوه المحافظة، والمحافظ من المحافظة ما يتفرضش عليهم حد من بره، لأن هو أضرب مشاكل الشعب بتاعه ومحافظته. وكل محافظة لها مقوماتها ولها فكرها، تختلف في الانتاج وفي الطبيعة بتاعتها عن اي محافظة تانية. فبالتالي اهل المحافظة او ابناء المحافظة هم ادرى ناس بالمشاكل بتاعتهم وكيفية حلولها. ده كانت وجهة نظري في المرحلة دي. حطيت بعض الحلول للمشاكل الاقتصادية والمشاكل الامنية بالذات اللي احنا واقفين فيها دلوقتي، وهي دي اخطر مشكلة مصر بتواجهها في الوقت الحالي. عايز بقى حضرتك تشرح لي ما هي الحلول الأمنية في المرحلة اللي احنا فيها، عشان دي أهم. أنا من وجهة نظري حضرتك بتتكلم برضه على الاقتصاد، وفي فلوس مستثمرين مش عارفين يدخلوا فلوس داخل مصر لإعاقات الاستثمار، لكن أنا عندي يعني العائق الأهم، العائق الأمني أو عدم الكفاءة الأمنية لحماية هذا الاستثمار. هو بدون أمن مش هيحصل استثمار، وبدون امن لن يكون هناك اي استقرار في اي حاجه، ولا سياحه ولا شغل، ولا زي ما حضرتك شايف البلطجه اللي في الشوارع والناس في رعب. فانا شايف ان ده من احسن الحلول اللي لازم تتعمل دلوقتي وفورا، وهو الشرطه الشعبيه. الشرطه الشعبيه دي عباره عن ضباط الشرطه وضباط الجيش وكل من هم على المعاش اشتغلوا في المجال دون، يقدر ينزل يحسن دخله، وخاصة ان جت فترة كانوا بيطلعوا عندهم 45 و50 سنة معاش لسه في عز الشباب يعني، وتتعامل الشرطة دي وعندك الاف من شباب الخارجين الحقوق، تقدر تاخد الشباب العاطل ده كله ويتدرب مع اللي انا قلت عليهم اللي هم الضباط اللي على المعاش، ويبقى كل مجموعة في المنطقة اللي ساكنة فيها يعني عارف فكرة شيخ الحارة بتاعت زمان، هو عارف المنطقة، نمرة واحد هيبقى عارف البلطجية اللي في المنطقة، هيقدر الموضوع ده هيحله. نمرة اتنين هو غير مسلح، هو كل اللي معاه توكي ووكي، وتبقى الشرطة شغلتها اللي هي الشرطة، عربية شرطة واقفة، لما بيحصل عنده مشكلة هو بيستدعي الشرطة، لكن هو اللي بيدير الحركة في المنطقة اللي هو الأمن العام بتاع المنطقة يعني. دي بالنسبة للشرطة الشعبية في الإقسام. أنا أدخل القسم بيقابلني واحد يقدر يتعامل معايا غير الضابط، هو بعد ما خلص المحضر هو يعرضه بقى. الشرطة الشعبية مسؤولة عن حماية البنوك، حماية الشركات، حماية، أنت حاطط في كل حتة ضباط، عن المرور هم اللي يقدروا في المناطق بتاعتهم. أولا لما يبقى في المنطقة بتاعته هيقلل حركته في إن هو يركب مواصلات ويتحرك. ثانيا أهل المنطقة نفسهم هيساعدوه لأن ده هو ابن حتتهم وعارفين بعض.
فهتلاقي مشاكل كتيرة جدا اتحلت منها، وفي نفس الوقت قللت عدد الشرطة الرهيب اللي في كل المجالات والاحتقان الموجود. لازم والاحتقان اللي موجود، لازم الشرطة كمان ملهاش دور، لازم الـ 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 السجون تتبع القضاء ما تتبعش الشرطة، الـ 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 الجوازات الـ الـ في حاجات كتيرة جدا الحقيقة حاطينها على الشرطة، ودي عاملة مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للجهاز. فأنا عايز الشرطة يشوف شغل الشرطي فقط. نمرة اتنين، النهاردة كله قلص مثلا النظام القديم اللي هو أمن الدولة، وبقى دلوقتي اسمه الأمن الوطني. الأمن الوطني، أنا ضد فكرة طبعا أن الضابط يبقى عايزين بقى واحد يعني يضرب في الشارع والناس، ده كلام فاضي. الشرطة لازم ترجع في منتهى القوة، ولازم ضابط الشرطة بقى قوة على الخارج على القانون. فهبص ليته هو لو عددهم قل وظبطت لهم شغلهم كويس وهو ركز في شغله بس، انا واثق ان في فتره قليله جدا مشكله الامن العام دي هتنتهي تمام، كل المشاكل اللي موجوده دي هتنتهي. حضرتك قلت لي ان ده اتعرض على المجلس الاعلى للقوات المسلحه، انا بعت لهم الدكتور عصام شرف، بعت للمجلس الاعلى. ماذا الاستجابه بقى لهذا البرنامج؟ والله لحد دلوقتي مفيش استجابه. حضرتك قدمت من كام شهر؟ ده ثالث شهر. طب انا هاخد حضرتك فاصل ونرجع للمشكله الدينيه في مصر ان شاء الله. فاصل.